أهلا بكم في جولة جديدة عبر أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لهذا اليوم. والبداية من يومية أخبار اليوم والتي كتبت: الرأسمال الحقيقي لأي صحافة ليس هو الدعم المالي فقط، وإنما ثقة المجتمع في إعلامه. حيث عقدت الفيدرالية المغربية لنشر الصحف جمعا استثنائيا قامت خلاله بتعديل بعض بنود نظامها الأساسي، ثم عقدت بشكل فوري جمعا عاما عاديا جددت فيه انتخاب هياكلها. التعديلات الجديدة التي همت النظام الأساسي للفيدرالية شملت على الخصوص الرفع من عدد أعضاء المجلس الفيدرالي إلى 37 عضواً وخلق 3 تنسيقيات للجهويات والورقي والإلكتروني وانتخاب الرئيس من طرف المؤتمر بدل المجلس الفيدرالي. من جانبها اهتمت صحيفة الصحراء المغربية بمشروع قانون استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، خطوة رائدة على طريق إصلاح منظومة الدعم. فقد اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب أن مشروع القانون رقم 7218 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي. وقال بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب إن هذا النص التشريعي سيهم فئات واسعة ويعتبر بحق خطوة رائدة وطموحة على طريق الإصلاح. إلى اليوم المغربي والتي سلطت الضوء على أزيد من 1100 حالة غش في بكالوريا الآداب والتعليم الأصيل، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أفادت بأن المحطة الأولى من اختبارات الامتحان الوطني الموحد للدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة 2020 الخاصة بمسلكي الآداب والعلوم الإنسانية ومسلكي التعليم الأصيل قد مرت في ظروف جيدة من حيث التنظيم والإجراء. وأبرزت وزارة في بلاغ أن هذه المحطة الأولى عرفت انخراط كل المترشحين وكذا الأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين في تفعيل الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها والتقيد التام بها لتأمين صحتهم وسلامتهم. ونختم جولتنا لهذا اليوم من جريدة الاتحاد الاشتراكي، حيث أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب ليلي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لدعم بلدان القارة الأفريقية في مواجهة جائحة كورونا المستجد، معتبرا أن المغرب يمثل نموذجا لباقي الدول في التعاطي مع هذه الجائحة. وأعرب السفير الصيني خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي على إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية بالمملكة عن تقدير بلاده لجهود جلالة الملك محمد السادس الرامية لدعم بلدان القارة السمراء في مواجهة وباء كورونا، مشيدا بالدعم الهام الذي قدمته المملكة المغربية لجمهورية الصين الشعبية مع بداية انتشار الوباء. وسجل الدبلوماسي الصيني قوة روابط الصداقة بين البلدين وانتظام تبادل الخبرات والتجارب بينهما خلال هذه المرحلة، مشيدا بالمنح التصاعدي لعلاقة التعاون والتشاور بينهما في السنوات الأخيرة.